لا يمكن استبدال العراق لإيران واستبدال إيران للعراق بأي دولة تحيط بإيران بصراحة على كل المستويات، كما أشرت حضرتك في المقدمة، على المستوى التاريخي، على المستوى العقدي، على المستوى الثقافي، نعم على المستوى الديني، على المستوى الأمني. وأنا أتذكر كلما زار مسؤول رفيع المستوى من العراق والتقى بسماحة الإمام الخامنئي، أكد سماحته أنه العراق هو العمق الاستراتيجي لإيران، وإيران هي العمق الاستراتيجي للعراق. ونحن نعرف ماذا يعني تحتوي في طياتها كلمة استراتيجي على كل المستويات وعلى كل الصعد، وكما يرد في عناوين البارزة لهذه المذكرات التفاهم الـ14. نعم حقيقة يعني لم تنسى شيئا ولم تخفل شيئا، ولكن حسب الأولويات. ولاحظت أنه الملف الأمني هو الذي يفوق ويسود على سائر الملفات، لأنه إذا انعدم الأمن انعدم الاقتصاد وانعدمت الثقافة وانعدمت كل العلاقات، فعلا الملف الأمني. ولهذا في أكثر خطاباته، مقابلاته، حتى قبل توجهه إلى العراق وهو في مطار مهرابات، أكد السيد بيزشكيان رئيس الجمهورية من أنه نحن نولي أهمية كبرى للملف الأمني. ولهذا ربما من هذا المنطلق سيزور إقليم كردستان بمحافظتيه أربيل والسليمانية. نعم. ولكن فيما يتعلق بنص السؤال، هذا بالضبط. يدفع الإرادة العراقية على مستوى البرلماني، على مستوى الحكومي، وعلى مستوى الشعب العراقي الأصيل المضياف الشجاع الثوري. لا يمكن إذا حقيقة ائتلفت الآراء واتفقت الآراء على أنه نحن يجب أن نحافظ على استقلالنا، وننطلق من استقلالنا إلى موضوع حريتنا واقتصادنا ومصالحنا العامة والخاصة. الأمريكي دخل أولا بدون أي قرار أممي، وما زال يقبع على كثير من مفاصل الدولة، خصوصا عندما أنا أستمع وأتابع هذه السفيرة الوقحة، وحتى السفيرة المرشحة بعد هذه السفيرة لومانسكي، أنه نحن إذا نريد أن نوقف أي علاقة بين إيران والعراق وما إلى ذلك. هذا في الحقيقة يتبع الإرادة العراقية حكومة شعبا وبرلمانا ومكوناتا. إذا تحققت هذه، وهو يأتي الآن بهذا النفس السيد بيزشكيان كما لاحظنا في مؤتمره الصحفي مع السيد محمد سياف شوزان مع حفظ الألقاب، نعم. إذا تحققت هذه الإرادة نستطيع أن نوقع كل هذه الاتفاقيات ونبدأ بتطبيقها. طبعا ربما هناك آراء أخرى تخالف، أنه نحن الآن لا نريد أن ندخل في عراق في خناق بمناكفات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا شأن العراقي أكيد، بالضبط. لكن أنا أقول من حق العراق أن يطالب بمصالحه ويقف بوجه كل هذه الغطرسة وهذه التدخلات الغير قانونية.